أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله نبدأ نحن وإياكم في مادة قرآن كريم. هذه المادة قلنا فيها محورين، المحور الأول مرتبط بأحكام التلاوة، والمحور الثاني مرتبط بقراءة أو حفظ جزء عامة. مواضيع التلاوة أغلبها مرت علينا سابقا، سواء أحكام النون الساكنة وأحكام الميم الساكنة وأحكام النون والميم المشددتين، بالإضافة إلى القلقلة وأحكام التفخيم والترقيق. اليوم إن شاء الله نحن بصدد أخذ موضعين. الموضع الأول أو الموضوع الأول هو تعريب القرآن الكريم، والموضوع الثاني فضل القرآن الكريم. الآن القرآن الكريم بدنا نعرف إيش تعريف القرآن الكريم. كلام الله عز وجل، تمام، المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. طب أنا لو قلت القرآن هو كلام الله وتوقفت، هل هذه الكلمات كافية لتعريف القرآن الكريم؟ لا. كافية؟ كافية ليش ولا ليش؟ يعني لو قلت أنا القرآن هو كلام الله وتوقفت بقول لك هذا تعريف كامل، أنت تقول لا تعريف ناقص؟ كامل. الآن كلام الله، لو أنا قلت القرآن هو كلام الله، هل القرآن فقط هو كلام الله؟ طب في هناك كلام لله غير القرآن، زي التوراة مش كلام لله؟ يبقى هيدخل في التعريف. والإنجيل كلام الله، هيدخل في التعريف. والزبور، طب ربنا خاطب آدم ويكلم الملائكة، مش هذا كله كلام لله؟ هيدخل في التعريف. وإحنا دائما التعريفات بده يقتصر على المراد. يبقى الآن إحنا لابد بنحط من وضع قيود أكثر حتى ندلل على المقصود اللي هو القرآن الكريم. قال لك كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة المنزل على سيدنا محمد إيش حذفت من هذه الإضافات؟ هذا القيد إيش أثر على التعريف؟ إيش في أشياء أخرجتها من التعريف؟ زي توراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم وموسى، كلها خرجت. كلام الله للملائكة ما نشي. واضح؟ بكلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اللي نزل على النبي بس قرآن؟ في حديث شريف، في حديث قدسي. يبقى لسه لو توقفنا عند هين كمان لسه التعريف غير كامل، يحتاج إلى إضافات. كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل تمام عليه السلام، المتعبد بتلاوته، المعجز بآياته، المنقول إلينا. يبقى في قيود ثانية، في قيود. لما قلنا الآن المتعبد بتلاوته، ما معنى كلمة المتعبد بتلاوته؟ متعبد بتلاوته طبق. كلمة المتعبد بتلاوته يعني معناها تطبيق. العمل باللي بيقراه. لا، هنا كلمة متعبد بتلاوته يعني تلاوة القرآن تعتبر هي ايه؟ هاي ناحية. القرآن قراءته أصلا عبادة. الأمر الثاني انه الذي يقرأ في العبادة في الصلاة اللي هو ايه؟ القرآن. بينفع في الصلاة أقرأ مثلا حديث قدسية؟ بينفعش. واضح؟ يبقى بدأ يخرج الآن. طيب المعجز بآياته، ايش معجز بآياته؟ يعني ربنا تحدى العرب على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحدم على أن يأتوا مثل القرآن، هل استطاع العرب؟ تحدم على أن يأتوا بعشر سور من القرآن مثل القرآن، هل استطاعوا؟ تحدم على أن يأتوا بسورة وحتى ولو كانت مثل أصغر سورة، هل استطاعوا؟ ثم تحدم على أن يأتوا بآية. طيب قال لما ربنا تحدى العرب، هل العرب كان بمقدورهم على الإتيان بالقرآن ولا هم كانوا عاجزين أصلاً؟ كان بمقدورهم وعجزوا ولا في الأساس غير قادرين وهم عاجزين؟ طب هو ربنا متحدى إنسان مش قادر؟ بنفع واحد مثلا صاحب أثقال يجي يتحدى واحد فينا يقول له تعال شيل لك 200 كيلو؟ بنفع؟ لما يتحدى بيتحدى مين؟ زيه. تمام؟ واحد عداء بنفع واحد يجي يقول تعال والله بنتسابق أنا وياك؟ إلا يكون إيه؟ متدرب زيه. طيب
الآن لما ربنا تحدى العرب كانوا عاجزين؟ كان بمقدورهم أن يأتوا مثل القرآن، لأنه كان عندهم لغة فصاحة، الواحد في مع قاعدة بيقدر يعمل له 1000 بيت من الشعر، من بينسج من خياله 1000 بيت من الشعر، يعني عنده قدرة اللي ما عنده شعر، عنده فصاحة، عنده بيان، يستطيع، لكنه مع ذلك عجز على أن يأتي مثل القرآن، ما قدرش يجيب مثل ليه؟ بيعمل معلقات وأبيات شعرية وكذا، لكن مثل القرآن ما استطاع. ولهذا لما لقى فاشلين في هذه الناحية بدأوا الآن يشككوا في القرآن ويتهموا النبي صلى الله عليه وسلم باتهامات باطل. القرآن قال لهم أنتم هذا القرآن هذا من عند، مش بتقولوا علمه بشر؟ مش هذا القرآن جاب من عند بشر؟ طيب أنتم هذا مثل القرآن، يعني هم لو أنهم عندهم الذكاء كانوا الآن بدوا يحاولوا أن يأتوا مثل القرآن، هم عارفين حالهم عاجزين، فراحوا إيه يقول هذا القرآن، يعني يعني هذا كان يلتقي ببحيرة وكان بحيرة يعلمه، ومرة يقول عن محمد مجنون، ومرة يقول عنه شاعر. طب الشاعر والمجنون بيلتقي؟ يا شاعر يا مجنون، ما ينفعش أن يكون، يعني شوف يعني صار يتهم النبي باتهامات متناقضة ما فيش بينها انسجام، دليل على تخبطهم. حتى أنه العرب لما سمعوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا هذا كلام، أحيانا كان هذا سماعوا للقرآن كان سببا لدخول في الإسلام. أحد الصحابة سهيل من كثر ما القريشين بخوفوا من الاقتراب من محمد قال إيش الطويل والقصير، جاب قرص صوف يعني قطن وحطه وين في أذنه عشان ما يسمعش من محمد، ومع ذلك لما اقترب وبدأ يسمع، طب يا عم أنا شاعر ليش أنا خايب، شو بقوله شاعر، خليني أسمع كلامه شعر ولا مش شعر. فبدأ يستمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأدرك أن هذا كلام ليس بشعر ولا بسحر، هذا لا يمكن أن يقول أحد. واضح، فأسلم مباشرة. كبير الكفار الوليد ابن المغيرة أرسلوه عشان يفوض النبي عليه الصلاة والسلام. الآن لما انتهى أبو الوليد قال له انتهيت؟ قال له بدأ النبي يقرأ عليه الآيات، سمع الآيات عاد من عند النبي عليه الصلاة والسلام. الآن أهل قريش لما شافته قالت له أنت خرجت لنا بوجه يختلف عن الوجه التي عدت، أنت وجهك متغير، إيش انصحرت ولا إيش، إيش إيش ماذا سمعت من محمد؟ فبدأ الآن يوصف بالقرآن أوصاف المسلمين ما قدروا شيء يوصفوه، ما أسلم، قال كلام مدح القرآن بأبلغ الآيات. في النهاية أبو سفيان قال له إيش أنت الآن لو بدك تسلم بدك تضيع كل التعب اللي إحنا عملناه، طب إيش أسوي؟ قال الآن فكر إيش بدك تقول في القرآن، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر إن هذا إلا قول البشر. تمام، الآن اتهم القرآن بأنه سحر وشعر، بأنه سحر وليس من عند الله سبحانه، بقي على كفره، ختم الله على قلبه. فالقرآن الكريم قلنا معجز بآياته، منقول إلينا بالتواتر، منقول إلينا، ما معنى كلمة التواتر؟ يعني رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ما رواه جمع عن جمع. إلى الآن الناس بيأخذوا سند في القرآن، بالملايين أشخاص الآن معهم سند في القرآن، تمام، هذا بكون سمع من الشيخ، والشيخ سمع من الشيخ، وشيخ سمع من شيخه، سمعوا من الصحابة، والصحابة سمعوا من النبي، والنبي سمعوا من جبريل، وجبريل سمعوا من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. يعني هناك سند إنه الخبر كل واحد سمع من الآخر، دليل على أن القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى. الآن كلمة معجز بآياته أخرجت لنا الأحاديث النبوية، لأن هل الأحاديث النبوية ربنا تحدى العرب على أن يأتوا بحديث نبوي؟ لا، تحدى على أن يأتوا بمثل القرآن. كلمة المنقول إلينا بالتواتر أخرج لنا القراءات الشاذة،
كلمة هنا الشاذة مقابل المتواترة، قراءة الشاذة هي يعني عكسها هنا القراءة المتواترة. القرآن وصل إلينا بطريق متواتر. هل الإنسان بشك أنه فيه من القرآن زيادة أو نقصان؟ كله من عند الله سبحانه وتعالى من أول آية. الآن المكتوب بين دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، مختوم إيه؟ بسورة الناس. هذا بالنسبة إلى تعريف القرآن. هذا التعريف أو هذه القيود كل قيد له فائدة، كل قيد له فائدة بيخرج لنا شغلة. يعني هذا ليس عشان احنا بدنا نعرف القرآن تعريف كامل نقول كلام الله منزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، تعبد بتلاوته، معجز بآياته، منقول إلينا بالتواتر، مكتوب بين دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة. هيك بكل التعريف ايه؟ تعريف كامل متكامل. تمام؟ مين عرف القرآن تعريف كامل؟ يلا تفضل. معجز المكتوب بين دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة إن. هذا هو تعريف القرآن الكريم. يبقى نقول كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المتعبد بتلاوته، المعجز بآياته، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب بين دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. شايفين كم قيد؟ هاي كلام الله منزل على النبي بواسطة جبريل، تعبد بتلاوته، معجز بآياته، منقول إلينا بالتواتر، مكتوب بين دفتي المصحف، مبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. هيك بكون أنا عرفت القرآن تعريفا كاملا. الآن ننتقل إلى النقطة الثانية وهي فضل القرآن الكريم. هناك آيات تدلل على فضل القرآن الكريم، كما أن هناك أحاديث تدلل على فضل القرآن الكريم. مين يذكر لي الآية الأولى التي تدلل على فضل القرآن الكريم؟ مين يجيب لي الآية التي تدلل؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه الآية تدلل على فضل القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله، وذكر قاموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم، قال يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة، كلمة لن تبور ايش يعني؟ لن تبور ما معناها؟ لن فيش خسارة، رابحة. طيب الآن ما هو الشاهد على فضل هذا القرآن الكريم؟ ربنا يبين انه الذي يختل القرآن ويقرأ القرآن كأنه يعقد صفقة مع الله، يعمل صفقة مع الله. هذه الصفقة مع الله رابحة ولا خاسرة؟ رابحة قطعا. طب كيف رابحة؟ الآن الأجور التي ينالها الإنسان على تلاوة القرآن مش بأخذ الحسنة على الجزء، ولا الحسنة على الصورة، ولا الحسنة على الآية،
ولا الحسنة على الكلمة، أنت بتأخذ على الحرف 10 حسنات. وين ممكن أنت تجد أمرا آخر بتنال عليه هذا الأجر؟ بالحرف. التسبيح نقول سبحان الله بتأخذ 10 حسنات على الكلمة، على إيه؟ على الذكر، ولا لا؟ والحمد لله كلها بتأخذ لك إيه؟ 10 حسنات. لكن في القرآن بالحرف 10 حسنات. هذا يبين فضل القرآن الكريم عما عداه من كل الأمور. ربنا قال ولا ذكر الله أكبر. يبقى هنا واضح أنه فعلا قراءة القرآن هذا الإنسان يعقد صفقة، وهذه الصفقة رابحة، سيما أن الإنسان ينال الأجور العظيمة بالأعمال القليلة السهلة الميسرة. بيقرأ القرآن كأنه يعقد صفقة رابحة. الله تقول حاجة ثانية أنت؟ صحيح تمام. الدليل الثاني، الدليل الثاني من هذه الآيات، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. طيب الذين آتيناهم الكتاب، إيش المقصود هنا بالكتاب؟ القرآن الكريم. ما هو الشاهد من هذه الآية على فضل القرآن الكريم؟ كيف فهمنا من هذه الآية على فضل القرآن الكريم؟ تفضل. نعم. يبقى ربنا يبين في هذه الآية أن الإنسان الذي يتلو القرآن تلاوة صحيحة سليمة كما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا وصفه بوصف. إيش الوصف اللي ربنا وصفه بهذا الإنسان؟ أنه من المؤمنين، أنه مؤمنين أولئك يؤمنون به. يبقى ربنا وصفه بالإيمان، نال الإنسان شرف وصف الإيمان به بقراءة القرآن. الذين يتلونه حق تلاوته بقرؤه بأحكامه. كيف اعتبرنا مؤمن؟ فعلا هذا الإنسان اللي بيقرأ القرآن ما وصل إلى هذه الدرجة، ما صحيش من النوم لقى حاله يا الله بيقرأ القرآن بجودة عالية، راح يتعلم القراءة ويقرأ القرآن وصار يأخذ دورات تأهيلية وسند تمام عليا وسند وما إلى ذلك، حتى الإنسان بدأ يجيد قراءة القرآن. يبقى لما وصل لهذه المرحلة كم دفع من أوقات ومن جهد ليصل إلى هذه الدرجة؟ وقت طويل. هذا الإنسان لو لم يؤمن بهذا الكتاب هل يبقى مصرا على هذه الفترة الطويلة حتى ينال هذا الجودة؟ يبقى دليل هذا الإنسان يؤمن، فوصف ربنا لأنه فعلا هذا الإنسان كابد الليل والنهار حتى وصل إلى هذه الدرجة. تمام. هاي عندنا دليلين من القرآن الكريم. الآن عندنا 4 أحاديث تدلل على فضل القرآن الكريم. الآن الحديث مرت علينا أحاديث كثيرة تبين فضل القرآن، سواء الموجودة في الكتاب أو الغير موجودة في الكتاب. الآن بدنا نشوف ما شاء الله طلاب مين يجيب لي أحاديث في فضل القرآن الكريم. بدنا الكل يشارك. تفضل. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب غيره، إيش في أحاديث أخرى؟ يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. إيش كمان؟ حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تمام. إيش في كمان؟ إيش في أحاديث أخرى؟ الذي يقرأ القرآن وهو ماهن به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. تمام. يبقى الآن هذا الحديث يبين
أو هذه الأحاديث تبين فضل القرآن الكريم. أول حاجة قال خيركم من تعلم القرآن وعلم. يبقى رب النبي عليه الصلاة والسلام يصف أفضل الناس بالذي يتعلم القرآن ويقوم بتعليمه. خيركم من تعلم القرآن. والمقياس يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى ليس بالشهادات. مش الدكتور الله بكرة حيكون أفضل من الطالب، قد يكون الطالب عند الله أعلى منزلة وأفضل عند الله سبحانه وتعالى. بقدر قربك وبقدر تقوى هذا الإنسان تكون منزلته في الآخر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ودرجات الدنيا تجد التفاضل على الشهادات وعلى المال وما إلى ذلك، لكن عند الله المقياس يختلف. المقياس عند الله، هذه الأمور عند الله ليست لها قيمة. قيمتك تعلقك بالقرآن. ولهذا يوم القيامة ربنا لما أو ينادى أين أهل الله وخاصته، هذول الناس الذي يتم التعامل معهم معاملات خاصة، هؤلاء لأنهم أضموا أوقاتهم وأتعبوا أجسادهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. من الذي يقوم؟ لما نقول أين أهل الله وخاصته؟ أهل القرآن. هذا ربنا يكرمهم يوم القيامة، يعلي من شأنهم، يرفع من درجاتهم. وشوفنا احنا الحفل قبل يعني أسابيع قليلة لما صار تكريم لحفظة أو ناس سردوا القرآن على جلسة واحد. شوف هذا التكريم الذي ناله في الدنيا لا يساوي عند الله ولا شيء بالنسبة إلى التكريم الذي سوف ينالوه يوم القيامة. إذا كان يوم القيامة يضع على رأس والده أو والديه تاج الكرامة، اللؤلؤة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ولبس التاج يعني ملك. من بلبس التاج؟ الملوك، يعني أعلى الدرجات. لأن هذا الإنسان كان سبباً إنه هو الذي دفع بابنه إلى حفظ كتاب. إذا كان والده هذا الأجر، فكيف اللي حفظ القرآن؟ إذا كان هذا حال والده، طب كيف حيكون حاله هو؟ فحيكون في أعلى الدرجة. نعم صحيح. طيب الدليل الثاني اللي هو يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي. وين بده يرتقي هذا الإنسان؟ في الجنة. وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كل ما يقرأ آية يرتفع درجة. المنازل في الجنة درجات، ومنازل النار درجات. أنا بسأل، الجنة درجات، طب والنار درجات؟ لا تقول أسانسير بكون أحسن. درجة متحرك. منازل الآخرة تسمى، في منازل النار تسمى دركات. مش ربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ وين بكون المنافق؟ في قاع جهنم. يعني لسه لسه الكفار اليهود والنصارى فوق شوية. وكلما إنسان نزل دركة كلما زاد العذاب. كلما زاد الإنسان طلع درجة في الجنة كلما زاد النعيم. يعني الآن إنسان اللي بيكون عليه بعض الذنوب الأثام في هذه الدنيا، كيف ماذا يحدث لهذه السيئات؟ ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يخلص عبده بحيث يموت هذا الإنسان وليس عليه ذنب. فتلاقيه في الدنيا ربنا بيبتلي هذا الإنسان ابتلاءات عشان إيه؟ يخلصوا من هذه الذنوب. طب يا عمي مات ولسه الذنوب باقية. عند الموت ربنا يشدد علي، بتلاقي سكرات الموت صعبة شديدة بتكون شوية، مش عذاب لأنه في سكرات الموت مريحة. طيب مات وجدت سكرك لسه باقي ذنوب، ربنا بطهره وين؟ في القبر. يتعذب شيئا في القبر حتى ايه؟ طيب القبر لسه باقي ذنوب كثيرة،
في المحشر شدد عليه. في النهاية كل هذه الأمور لسه بقي ذنوب عليه، يدخل جهنم ويطهر في جهنم ثم يخرج منها ويدخل الجنة، سيما إذا كان الإنسان هذا أول من أول حاجة من أهل الإيمان من أمة محمد صلى الله عليه، لأن ما في حد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكون مخلد. مش ربنا قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الكافر يوم القيامة يتمنى مسلم، يعني يكون مسلم ليه؟ لأنه في النهاية المسلم حتى لو دخل جهنم بيخرج وراجع، لكن الكافر خالد مخلد فيه. تمام. فنسأل الله السلامة. أنت الآن قادر، أنت الآن قادر تطهر الذنوب، يعني حتى في أعمال كثيرة ربنا في من خلالها يغفر كثير من الذنوب. يعني الصلاة، من الصلاة إلى الصلاة بتكفر الذنوب. مش النبي جاء في الحديث تحترقون حتى إذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، تحترقون بالمعاصي، يعني في ذنوب. إذا صليت الصلاة بتشيلها شوية من الذنوب، تيجي الظهر بتشيلها كمان شوية، العصر بتشيلها شوية. الوضوء، مش النبي بيذكر الإنسان إذا توضأ فغسل وجهه خرجت ذنوبه التي اقترفتها وجهه أو عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه تخرج ذنوب التي اقترفتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. نفس القضية، يعني حتى أحيانا الوضوء بكفر بعض الذنوب. رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، الجمعة إلى الجمعة، كل هذه بتضل تكفر بعض ذنوب الإنسان. لكن إلا الكبائر تحتاج إلى هذه، بالنسبة للصغر الكبائر تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة. تمام. نسأل الله السلام. يبقى يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. شوف، يعني قراءة القرآن ترفع درجة، وقلنا الدرجة في الآخرة ما بين السماء والأرض. كلما زاد الإنسان ارتفع درجات، كلما إيه زاد النعيم، كلما ارتفع درجة زاد نعيمه. آية واحدة بتفرق معك، طلعك درجة واحدة، طلعك درجة، كل آية بطلعك درجة، كل آية بطلعك درجة، كل آية بطلعك درجة. طيب، شفنا كذلك حديث النبي ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. شوف بهذا الفضل بقراءة القرآن والاجتماع على القرآن، شوف كم أجر بينزل على الإنسان، الملائكة والرحمة والسكينة. وكذلك الله يذكر هذا الإنسان في الملأ الذي عنده، وذكره الله في من عنده. جاء في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أنت الآن تصور لو والله مثلا أحد المدرسين جاب سيرتك في القسم، كيف تكون نفسيتك؟ مبسوط ولا لا؟ طيب لو رئيس القسم جاب سيرتك عند العميد، أحلى وأحلى. طيب والله العميد اللي هو جايب سيرتك في الوزارة عند الوزير، طيب الوزير اللي هو جايب سيرتك عند رئيس الوزراء، طيب اعتبر رئيس الدولة هو اللي بيتكلم فيك جايب سيرتك، شو بتكون؟ طيب إذا رب العزة هو الذي يذكرك، إيش بدك بعد هيك؟ أبو ذر كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل بيقول للنبي أقر أبا ذر السلام، قال والله جبريل بيسلم عليك. فبقول له أي يعرفني يا رسول الله؟ بيعرفني وين بيعرفني؟ فقال له جبريل، بقول للنبي عليه السلام أخبره أن ذكره عند أهل السماوات أكثر من ذكري في أهل الأرض، يعني سيرته سمعته عند الملائكة في كلهم عارفين سمعته أكثر من ذكري وين؟ واضح. يبقى أنت قادر يصير لك معرف أن أهل السماوات يعرفون. مش يوم القيامة ربنا قال، أو إذا الإنسان مات ربنا قال عن الكافرين فما بكت عليهم السماء والأرض. إذا الإنسان الكافر مات حتى السماء ما بتبكي عليه، لكن المؤمن تبكي عليه السماء. ليه؟ لأنه في أعمال صالحة
كل يوم أعمال صالح ترفع إلى السماء من هذا المكان لهذا الإنسان. إذا مات أغلق هذا الباب، بطل يطلع منه أعمال صالح لهذا الإنسان، فتبكي عليه السماء، فما بكت عليه والأرض تبكي على هذا الإنسان. في بعض الناس أصلا تستريح السماء والأرض من موته من كثر الذنوب والمعاصي. فأنت قادر أنت تخلي لك مكانة عند الله سبحانه وتعالى. امبارح احنا فقدنا يعني عالم من العلماء وجهبذ من الجهابذة اللي هو الدكتور مين اللي امبارح توفى؟ الدكتور يوسف القرضاوي، من علماء هذا العصر، من أعلم أهل هذا العصر. صالح. صالح إيش رأيكم؟ تستمعين فيه قبل هيك؟ هذه طامة كبرى. يبقى احنا نسمع عن كل المغنيين وكل الرياضيين وكل حافظين، نسمعهم تسمي. لو انت بدك تقول تسمعهم بدل القرآن مستعد نسمع لك اياهم. اذا كان عالم هذا عالم هذا هذا الزمن ما حد مش عارفين اسمه، هذه طامة كبرى. ايش المواقع؟ بدها مواقع. اجى عنا في غزة دكتور يوسف القرضاوي، جاء اجى اجى هو مصري، هو اصل مصري، وفي في 48 اللي كانوا اللي شاركوا في الحرب ضد الصهاينة كان الدكتور يوسف القرضاوي هو الذي يقوم بتدريبهم وارسالهم الى غزة للمحاربة، ويعتبر اكثر انسان داعم للقضية الفلسطينية. دكتور يوسف القرضاوي من توفي في قطر، هو حبس في زمن الملك فاروق، في زمن عبد الناصر، يعني حبس عدة مرات لأنه دائما الإنسان اللي بيخدم وطنه يكون ملاحق، دائما اللي بيخدم القضية الإسلامية أو كذا والمسلمين أو القضية هم الذين يضعوا في السجون، لكن الناس الفاسدين والناس الذين تافهين تجد إيش يعني الكاميرات تسلط عليهم والأضواء مسلط عليهم والإذاعة والكذا كله بيجيب سيرتهم، والناس اللي فعلا بيقدموا لا يتم ذكرهم، لكن هؤلاء ذكرهم عند الله أكثر من ذكرهم السماء. فمن الناس يعني الناس اللي خدموا قضية الفلسطينية مع أنه أصلا هو مصري، لكن هذه قضية ليس قضية فلسطينية بقدر ما هي قضية عالمية، قضية إسلامية كاملة. تمام. فرحمه الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة تقبله الله سبحانه وتعالى، ويعتبر هذا يعني من أعلم أهل الأرض. كل يعني علماء المعاصرين يثنوا عليه، كبار العلماء يثنوا على هذا الشخص، يعني وله مؤلفات كثيرة وكتب كثيرة. يعني الإنسان يتعرف عليه يقرأ عنه، حاول يطلع على المنهجية الوسطية التي كان يدعو إليها الدكتور يوسف القرضاوي. تمام. فشوف احنا اهل القرآن واهل وحفظ القرآن مبكرا، يمكن اظن 10 سنوات كان قد اتم حفظ القرآن الكريم. شوف هو ولد في 1926 يعني الان ايه 96 سنة يعني اتم عمر طويل وهو يخدم الدين الى اللحظات الاخيرة. يعني الان هو توفي وهناك كتب له في المطبع تطبق، يعني الان تحت الطباعة بقي بصحتي للآخر آخر فترات، يمكن آخر سنتين بطل يطلع الظهور على التلفاز. يمكن قبل سنتين أو سنة، والله ما أعرف، سنة أو سنتين آخر مرة طلع على التلفاز فيها صحة. هو كان رئيس الاتحاد العالمي للمسلمين قبل سنتين أو ثلاث، قبل يمكن 3 سنوات أو 4 تم نقلها لشخص آخر، أما بقي يعني مدة طويلة، و كان يعني رأس كثير من المؤسسات العلمية وما إلى ذلك. يعني يعتبر تلك من العلماء، حتى أنه أنا سمعت أحد الناس لما أثنى عليه اعتبره من عباقرة هذا العصر، بحيث هو موسوعة من الموسوعات، يعني في الفكر الإسلامي، في الفقه الإسلامي، في العقيدة، كل الأبواب ما شاء الله مبدع فيها، وشاعر ما شاء الله وله ديوان، يعني ربنا أتى من العلم يعني الكثير. يبقى احنا شايفين
قدر الإنسان تقرب من الله وارتباطه بالقرآن كيف ربنا يرفع أهل القرآن وأهل العلم مكانة عالية. الآن يعني في عنا اللي هو آداب التلاوة، كيف إحنا نقرأ القرآن الكريم. هناك يعني في آداب خارجية، آداب خارجية وآداب قلبية وآداب الاستماع وآداب مع المصحف الشريف. كيف إحنا نهيئ أنفسنا لتلاوة هذا القرآن؟ ليه؟ لأن القرآن يختلف عن أي كتاب آخر. أنت الآن لو بدك تقرأ مثلا في اللغة العربية، بدك تقرأ في الرياضيات، في أي مادة، مش مطلوب منك بعض التهيئات، مش مطلوب منك تتوضى، يعني في أشياء. لكن القرآن لما بدك تقرأ في هناك أداب يعني يحبذ أن الإنسان يعني يلتزم بها. ليه؟ لأنه بيعطي اهتمام، يهتم بهذا القرآن كأنه يعظم هذا. مش ربنا قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللي بيعظم شعائر الله هذا دليل على أنه هذا الإنسان تقي. سمع الأذان وكان يتحدث فسكت، مش هذا تعظيم شعائر الله ولا لا؟ لأنه أذان بيهتم يعني يعظم هذه الشعائر. القرآن الكريم بيهتم فيه. أنت الآن لو اشتريت لك جوال جديد وحديث، إيش بتسوي فيه؟ بتهتم فيه، بتجيب له بيت وبتجيب له مش عارف إيش، كل حمايات ولخات ولزقات. ليه؟ حتى تحافظ عليه بالقدر الكبير، حتى لا يتعرض لأي خدش لأي كسر، بتحافظ عليه. دليل على أنك هذا صار تعلق بهذا الشيء. تمام. القرآن الكريم عشان احنا يظهر تعلقنا به لابد أن نهتم به، لابد أن نهتم به. أنا شاهدت موقف في باكستان أنهم بيعظموا القرآن بشكل غير طبيعي. لا يمكن أنهم يضعوا القرآن على الأرض، بحطوش على الأرض إطلاقا. يعني احنا مثلا واحنا في المسجد بنقرأ القرآن وأجت مثلا آية فيها سجدة بدنا نسجد، إيش بنحط؟ بحطه على الأرض. هو لا يمكن يحطه على الأرض، يا بسلم اللي جنبه يقول امسك، يا بحطه على الطاولة، يا بحطه على الرف، أما يحطه على الأرض ما في. دليل على إيه؟ تعظيم هذا القرآن الكريم. شغلة ثانية، لا يمكن أن الحذاء يكون أعلى من القرآن. يعني هو ماشي مثلا في المسجد بيحمل حذاءه، بيحملش حذاءه هيك بيمشي، لأنه أحيانا الطاولات بتكون ارتفاعها 20 سم 30 سم. تمام. لو ماشي الحذاء وشايل فيه هيك قد يكون المصحف بعيدة، لا يمكن يكون الحذاء أعلى من المصحف. بيمسك الحذاء وبيمشي بالطريقة هذه، نضل ماشي في المسجد. لا يمكن يمسك الحذاء، احنا في المسجد نمسك الحذاء عادي. عشان هيك تجد هناك يعني الشباب الصغيرة أتمت حفظ القرآن وهم في السنة مبكرة، 10 سنوات 12 سنة بحد أقصى تلاقي أتم القرآن. بل وجدت أنا بعض الأشخاص يدرس في كلية الطب ويدرس في كلية الشريعة في آن واحد، وهو حافظ كتاب الله. إحنا دوبنا الواحد يقدر له على تخصص واحد، وفي النهاية يقول لك والله امتحانات صعبة، والله المواد مشقلبة، والله مش عارفين ندبر حالنا. هو داخل تخصصين، تخصص مش تخصص بسيط، لغة عربية طب، وداخل الشريعة، وكمان درس الشريعة ليس بالأمر الهين كما إحنا بنظن. وتجد ما شاء الله بيخرج، يخرج طبيب ويخرج عالم ومفتي، ويوجد اللغة العربية أكثر من إجادتنا لها. أضن الأوقات، أتعب الأوقات. إن شاء الله إحنا في المحاضرة القادمة حتناول هذه الأداب. اليوم إن شاء الله رب العالمين يعني أنهينا اللي هو تعريف القرآن وفضل القرآن. نلتقي إن شاء الله بكم في المحاضرة القادمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.